السلام عليكم أخواتي الفاضلات. موضوعنا اليوم هو أضرار تناول أدوية تأخير الدورة الشهرية. قد يلجأ عدد كبير من السيدات إلى التلاعب بمواعيد الدورة الشهرية وتأخيرها لعدة أشهر، وذلك لأسباب متعددة تختلف من حالة إلى أخرى. إلا أن هذه الظاهرة ليست صحية ولا يجب أن تحصل من دون الاستشارة الطبية الضرورية، لأنها قد تؤدي إلى مضاعفات صحية قد تكون في كثير من الأحيان خطيرة جدا. ولتسليط الضوء على مدار تأخير الدورة الشهرية لا تفوت هذا الفيديو. هذه الحبوب تكون مكونة من مجموعة من الهرمونات التي تتداخل مع تلك التي يفرزها الجسم من أجل وقف الدورة الشهرية، وهي تتألف من هرمون البروجستيرون الموجود في جسم المرأة، ما يبقى نسبته عالية في الجسم ويمنع بالتالي حدوث الدورة الشهرية. وللنجاح في منع الدورة يجب تناول الحبوب قبل موعد الحيض بخمسة أيام، مع العلم أنه من الممكن تناول الحبوب بشكل مستمر طوال الفترة التي ترغبين فيها بعدم تدفق دم الحيض، مع العلم أن مجرد التوقف عن تناول الدواء سيؤدي إلى حدوث الدورة في خلال 3 إلى 5 أيام بعد وقف تناول الدواء. من الممكن تناول نوع الأدوية هذا في حالات الضرورة شرط إشراف الطبيب المختص، ويستمر المفعول المفيد لهذه الأدوية مع استمرار الاستعمال الصحيح لها. أما الخاطئ فيمكن أن يؤدي إلى حدوث نزيف أو اضطرابات هرمونية. ولا تسبب حبوب منع الدورة الشهرية العقم في حالة الاستخدام الصحيح والمراقب بإشراف الطبيب، بل يعود الجسم إلى طبيعته عند إيقاف الدواء مع إمكانية حدوث حمل طبيعي. كما على السيدة مراعاة العمر والوزن والحالة الجسدية قبل تناول هذه الأدوية كي لا تتعارض مع أدوية أخرى لأمراض أخرى وينتج عن ذلك أضرار خطرة. حفظكم الله من كل مكروه وسوء، ووفقكم الله لما فيه الخير.